هل سنة الجمعة القبلية بدعة أم لا؟ الجمعة ليس لها سنة قبلها، ولكن المسلم إذا جاء إلى المسجد لصلاة الجمعة فإنه يصلي ما تيسر له، وليس ذلك من قبيل الراتب، وإنما هو من قبيل النفل المطلق. وأقل شيء في ذلك تحية المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب صلاة الجمعة أمر وهو جلس أمره أن يقوم ويصلي ركعتين. وإنما راتبة الجمعة تكون بعدها، راتبة الجمعة تكون بعدها، أكثرها 4 ركعات بسلامين وأقلها ركعتان. وبعض أهل العلم يقول إذا صلاها في المسجد فإنه يصلي 4 ركعات، وإذا صلاها في بيته فإنه يصليها ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة في بيته ركعتين. نعم.